وسط منظومة متكاملة من الخدمات، بدأت وفود حجاج بيت الله الحرام مغادرة المملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وسط خدمات ومشاريع نفذتها المملكة أسهمت في أداء الركن الخامس، وسط جو مفعم بالأمن والسكينة. إجراء المغادرة بالنسبة لنا سهل ويسر، بسبب أنه الحاج جميع بياناته مسجلة لدينا، فقط المشغل يستخدم القارئ، تظهر البيانات الحاج ويخرج في الحاسب الآلي. الحمد لله استعداداتي أنا وزملائي على أتم وجه، سعداء بهذه المهمة وشرف لنا عظيم. حجاج بيت الله الحرام عبروا عن سعادتهم وسرورهم بإتمام نسكهم، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة لهم من كافة الجهات العاملة في الحج. فالواحد بيكون يعني حزين لمفارقته أرض الحرمين وسعيد برجوعه لأهله بعد أداء المنسك. سعداء الحمد لله أن ربنا أتم الحج، ومغادرة السعودية على أي حد صعبة، يعني بيبقى على أمل إن ربنا يدي العمر ونعود تاني إن شاء الله العمر أو الحج، والرجاء في الله إنه يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. جهود كبيرة تبذلها كافة الجهات الحكومية التي كانت بالأمس تستقبل الحجاج، فها هي الآن تودعهم عبر تقديم كافة الخدمات لهم أثناء مغادرتهم إلى بلدانهم. بعد أن من الله على حجاج بيت الله الحرام بأداء نسكهم، ها هم يستعدون لرحلة العودة، فرحين مبتسمين بما آتاهم الله من فضل. عبد الله الغامدي، الإخبارية، جدة.